حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن أشترى شاة مصراة أو ناقة قال شعبة إنما قال ناقة مرة واحدة فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم أو قال صاعا من تمر حنا عفان حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال ثنى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان قال ابن جعفر لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن أشترى مصرات فهو فيها بآخر النظرين وقال ابن جعفر بأحد النظرين إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه فقيلا يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إن أوصل إلى السحر فربي يطعمني ويسقيني حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمها على أحد من أصحابه قالوا يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أوصل إلى السحر وإن ربي عز وجل يطعمني ويسقيني حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنى سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال وصوموا ولا تفطروا حتى تكملوا العدة أو يروا الهلال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البلح والتمر والزبيب